بهذه الأجواء أطلقت مؤسسة موج مشروعها تحت عنوان صوت وصورة وصبة، الذي ضم مجموعة من الإعلاميين من مختلف المؤسسات المسموعة والمكتوبة والمرئية. نحن نعمل أيضا على العناوين التي استمعنا إليها، سواء ما يتعلق بالنوع الاجتماعي أو ما يتعلق بالمعلومة أو ما يتعلق بالسلامة المهنية. كل هذه القضايا يعمل عليها اتحاد الصحفيين. الآن يمكن أن نمزج ما بين عمل هذه الجهة وعمل اتحاد الصحفيين لنخرج بنتائج ربما تكون مشتركة، أو يمكن أن يكون تعاون مشترك ومثمر في المشاريع المستقبلية، لأنه المؤسسة تطرح الآن على صيغة ما للتعاون في هذا المجال، ونحن جاهزون في اتحاد الصحفيين للعمل هذا الموضوع. مجموعة التوصيات اللي صدرت عن الورشة صوت وصورة وصدى هو حقيقة مشروع، فأول جزء منه هو كان هالمخرجات اللي طلعت من هالورشات اللي صارت. أكيد الورشات فيها مجموعة من القضايا طرحوها الإعلاميين. هلأ مدونة السلوك اللي حكوا عنها بتصور انه هي شبيهة كتير بشيء اسمه ميثاق الشرف الإعلامي عند اتحاد الصحفيين. يجب أن يكون هناك موائمة أو يعني توائم هالمدونة السلوك هي ميثاق الشرف، ونقدر نوصل لعمل إعلامي يقوموا في الإعلاميين بخدمة المجتمع بشكل أفضل. التدريب حمل رؤية متجددة عبر عنها جميع المشاركين بصفتهم مؤثرين عن الفرق بين حرية التعبير والخطاب الإعلامي المحرض وتأثير الكلمة اليوم. هذا المشروع كنا تدريبين، كل تدريب كان بضمن 25 إعلامي وإعلامية. بعدين عملنا ورشة مغلقة، بهي الورشة طلع معنا صيغة أولية لمدونة سلوك فيها ضوابط للعمل الإعلامي. التدريب يهدف إلى نزع خطاب الكراهية، إن كان من الخطاب الإعلامي أو من الخطاب بشكل عام، كونه حاليا نحن كإعلاميين نعتمد جدا على السوشيال ميديا أيضا. والتدريب كان مفيد جدا، واكتشفنا أخطاء نحن كنا نقع فيها بدون أن نشعر يعني، واكتشفنا قديش نتائجها ممكن تكون خطيرة. كلمة بسيطة ممكن تكون نتائجها خطيرة. دائما نحن كنا عم ننوه بصوت صورة وصدى على المصطلحات يلي ممكن تستخدم يستخدمها الصحفي أو الإعلامي أو المذيع أو أي ناشط إعلامي، يعني ما شرط يكون صحفي ولو طالب إعلام. نحن كنا مستضيفين عدة فئات، كان في صحفيين إعلاميين طلاب من كلية الإعلام، فهيك دائما عم نعزز فيهم إنه نبعد عن خطاب الكراهية، المصطلحات نفرقنا بين التنمر وبين خطاب الكراهية. مشروع صوت وصورة وصدى هو يعني بوابة بتفتح هيك إذا بدك للصحفيين يشوفوا المادة الإعلامية بطريقة مختلفة، فأكيد يعني بيعطي مسؤولية كثير كبيرة على الصحفي بإنتاج المواد الإعلامية على مدار سنة خلينا نقول، وتدريبات وحوارات عميقة بتخلي الصحفي يعرف إنه عنده مسؤولية كثير كبيرة بأي مادة إعلامية هو بينتجها، لأنه لما يكون الصحفي عنده هذا الفكر أو هي العقلية بإنه هو حدا مؤثر بالمجتمع لحتى يكون خطابه من باب واسع جدا على جمهوره، فهو أكيد رح يكون مادة إعلامية غنية بخالية من خطاب الكراهية. رحلة تدريبية امتدت لثلاثة أشهر جمعت إعلاميين من مختلف الاختصاصات والمؤسسات ومجالات العمل، ناقشوا خلالها خططا واستراتيجيات وتحديات وصعوبات خلصت إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات كمنهج في العمل الإعلامي.